مرحبا وردات قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اشتقت لكم كتير كتير كتير، وبنفس الوقت حبيت اصور لكم هذا الفيديو لحتى اشارككم، وجايبت لكم شغله حلوه. هذا المنتج اليوم راح نجربه مع بعض، وراح اشوف اذا هو راح يكون حلو وينفعني بالمستقبل وينفعني بالبيت ولا لا، واذا نفعني بالبيت راح اشتري واحد للمطعم او اكثر من واحد حتى. طبعا هي آلة قهوة من جديد، يعني بعد ما صرت اشتغل مو افيق بكير وشي، فبطلت اصحصح اروح على الشغل نايمة يا بنات بمعنى الكلمة. فقمت شو اسوي؟ اشرب قهوة لحتى اصحصح، فتعودت على القهوة. يعني الحز مستحيل انه يعدي يوم كامل وما اشرب قهوة، راسي يقوم يضرب علي. حتى شاي صار عندي عادي، يعني جوز اسبوع ما اشرب شاي ما عندي مشكلة، مع انه انا كنت من مدمنين الشاي. يعني مرة ظليت 3 ايام ما اشرب شاي، ضل راسي وجعني ما اعرف شنو السبب، واخر شي اكتشفت انه الشاي هو السبب، لحتى اشرب الشاي لطعب راسي. المهم، ف عمر شايف هذه الآلة بالماركت، طبعا ما وصيت عن طريق النت كالعادة، شايفة بالماركت فقال عارف تحبين القهوة صايرة، فقلت اريحك من الغلي والركوة والمدري ايش، واجيب لك آلة يجوز تطلع حتى اطيب من الركوة، مع انه اني احس الركوة بحكي احس ال... احس بطلت احس حط لها ليس احس القهوة بركوة النحاس اطيب شي بالعالم، مستحيل. يعني حتى جربت ركوة البافون، لا هي البافون نفسها النحاس تقريبا، جربت القهوة بال خليها تمشي. المهم انسمي يا جماعة، نسيت 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 نسيت، ضاعت الطاسة عندي. فعن جد لسه ما جربتها، راح نجربها مع بعض الحز ونشوف اذا هي كويسة او لا، وزاني راح اعرف اجربها او لا، لانه انا بصراحة ما اعرف عنها ولا شي. يعني عمر مجرد انه شافها بالماركت فقال راح حبيت، يعني اشتهيت لك اياها وانت جربيها يجوز تزبط معاك، وبنفس الوقت سعرها مو غالي زياده. راح اقول لكم السعر بعد شوي بس نجربها، يعني تازز طلعت ميزانه ما اقول لكم. فما اعرف، اتوقع موجوده هي بكل بيت صايره حاليا، يعني خصوصا على التيك توك اشوف انواع كثيره، مو هالنوع حصرا، يعني اشوف انواع كثيره منها. اي هاي تجي بيتوتيه مثلا مره مرتين بالنهار نسوي قهوه، واتوقع راح تكون طعمتها طيبه، بس ما اعرف راح نجربها مع بعض. يا جماعه راح اروح على طاوله المطبخ هناك ونفتحها مع بعض. على فكره عمر فتحها البارح بالليل بس ما اعرف ايش بيها، ما شفتها، يعني كنت مرضانه وشويه عندي نايه مرضانه والعيله كلها مرضانه، يعني حتى وجهي جزء ملاحظين عليه منفخ. عن جد القريب ذبحنا ذبح، الحمد لله رب العالمين على الصحه والسلامه احسن شيء. قوموا خلينا نروح، الفيديو راح يخلص بالقر. انا ظبطت قعدتي عاد، راح نشوف الاله مع بعض. طبعا ما يهمكم المنظر هذاك الجلي، لانه من شوي جليت واريد الجليات ينشفن، بعدين راح اصفن عشان ما يخربنا الخبز مو اكثر. والله لسه ما فتحتها وما اعرف ايش بقلبها، يعني مشان ما اكون كذابه معاكم. بسم الله، كانه فناجيلها مع على الطرف. يا سلام، معاها فناجيل يا جماعه، مو فنجال بلاستيك، ها فنجال. والله حلو الفنجال، ها حلو يجنن زاد، بس لو انه مو طويل شوي، لو انه اكثر ريش مثلا، يلا احسن من بلاش. حاسبين حساب الفناجيل يعني عشان الواحد ما يتعذب. ملاحظين يا جماعة انه اكثر شي يحطون مع القهوة فناجيل يكون سود، وحتى بالمحلات يعني بالكافتيريات ما اعرف، كانه القهوه بالفنجان الاسود شكلها احلى من الفنجان الابيض، مع انه انا احس العكس يعني. يو حتى عمر مهيله حتى يساعدني نجربها مع بعض، انا خايفه اروح اخربها. والله اذا خربت عاد مشكله، اذا خربت يعني عمر راح يقول لي فعلا مش غبيه فعلا. احس هم لازم حاطين هنا الحركات، وين الحركات اتمنى. شوفوا يا جماعة، بشوف ده اطبق على حسب الكرتونة طبعا. هي بيب قلبها ورد، هذا يجي معاها لازم الحبس. والله هي خفيفة، ها عملية. ذكرتني بالآلة تبع البوشار إذا تتذكر، زادني لا هذيك وصيت عن طريق النت، بس تقريبا نفس خفتها يعني خفيفة. والله شوف كشكل منظرها رائع صراحة،
كشكل حلوة وملائمة، واللون الأسود يعني ملك الألوان. من هنا جايت لها كبسة، يمكن هاي نشغلها ونطفيها منها. هذا شنو طيب؟ كل شيء على التجريب ينعرف. بس هذا توقع على الصب، ها لما بدي أصب يا جماعة. أنا من طول عمري أعرف حالي ذكية، بس عاد صراحة هي ليها عينتين ولا ها ليها عينتين والله. مثلا تسوي الفنجالتين بنفس الوقت. يا جماعة إن شاء الله عاد أكون بعد أشوفكم إياها صح. فأني على فكرة ها، مشان في ناس تقولي تسوي لي إعلانات للمنتجات هاي، عن جد يا جماعة أنا مجرد إني أجرب المنتج معاكم والمنشي ما يكون حلو مثل تبعت البطاطا، حسيتها مو زيادة يعني، مو نفس اللي عندنا قديم. فقلت لكم يعني صعبة شوي، فأني لا أنا كسبانة شي ولا إعلان ولا شي ثاني، يعني مجرد أجرب الشغلة تازنة حلوة أنتن تجربنها يعني وتجيبنها، ما أنتن خسرانات شي. فالواحد لما يشوف الشغلة ويعرفها عند الشخص الثاني انه هي خلص عملية وكويسة، لا والله اجيبها يعني ليش لا. هاي يمكن كفالة والله العليم، والله العليم ما اعرف، بس اتوقع كفالة لانه كلها كتابة. واحد استنى، والله ما نفهم انا شي، بس عاد هاي لازم تنفتح صح؟ ها والله العامة اي واحد عرفنا تنفتح. ايوه تصدقون لسه مخاطر على بالي انه منين نحط القهوة، لسه ما دارت لي هاي. يعني هاي مثل حنفية مي كأنه. ايه بس احنا منين نحط المي؟ يا خوف قلبي نحس نتكهرب. طيب الحق المفروض ان احنا نجيب القهوة نحطها بالعلبة هاي. هذه مصفاية ناعمة ناعمة جدا جدا، شوفوا ناعمة لدرجة انه ما تحسونها مصفاية. وهذا صحنها، والله يسترنا من الجاي. بس اذا بدنا نسوي قهوة شلون بدنا نحط بيها مي؟ نجيبها يا جماعة. بدي استعين بصديق وارجع لكم لانه انا ما اعرف ان انت نحط المي صراحة، وما بدي اخربها لانه حرام السعي يعني جايبينها جديد. عجب نحط المي هنا، لازم نكون حاطين اشارة مي بس مو حاطين. راح اتصل على عمر واقول له شلون نحط بيها مي وعلى اي مكان بيها. اتوقع هين بس ماني عارفانه وين بالضبط، فمشان ما اخربها راح اساله وارجع لكم. اتصلت بعمر يلي مضيع زمان يكون حوالينا، عن جد تمنيت يكون معي بهذا الفيديو لحتى يعلمني ويتفهمن علي اكثر، بس المشكله عنده شغل. فجبت الفيش، قال لي شلون استخدمها وان شاء الله اكون استوعبت. ان شاء الله اكون استوعبت. ولو انه يا بنات والله حتى صوتي رايح من ورا المرض، بس قلت لحالي اذا ما اصحصح واسوي حالي اني انا ماني ما بي شيء ما راح اطيب. فلا كانه هاي شغاله. طيب قول بسم الله. الحزية مثل ما قلت لكم، هذا الصحن نشيل الفنجان، هذا المكان الفاضي اللي نحط بيه المي، وهنا موجودة كلمة اكس مدري ام اكس ما اعرف شنو الكلمة هاي، انه هاي لازم المي تصل لعندها وتوقف، يعني ما لازم نزيد مي اكثر من هيك. والقهوة على حسب احنا ما نحب يعني ثقيلة او خفيفة. ف انا خايفة اروح اتكهرب، لازم اشيل الفيش قبل ما احط المي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحز لازم انا اقيس على موجب الفنجان مشان ما يزيد صح؟ صح. عبينا الفنجان مي. والله العظيم متوترة، والله متوترة مثلكم أكثر. بسم الله. أيوة هاي لما تصل للإكس معناته فنجانين مو فنجان واحد.
المهم انا اريد فنجان واحد لانه ما بحد يشرب معي الفنجان الثاني. ايه القهوه. ايه يا جماعه نسيت القهوه. القهوه والله متحمسه على ما اشوف شلون راح تطلع تكون طعمتها، وان شاء الله تكون طيبه يعني وما نطلع بالفشله. هاي القهوه اللي راح استخدمها، هي ما اعرف اذا لازم حصرا تكون القهوه سريعه الذوبان ولا هاي اي قهوه عاديه، ما اعرف بس نجرب يعني نخبص شوي. الله شوفوا ما القهوه، القهوه شي يجي معاها. انا كنت استخدم غير نوعيه قهوه، جاي معاها مطعمتين سكاكر يعني. هاي هديه. الله ريحتها تجنن. الحاز عاد لازم اني ما احط القهوه مع المي، لا هذا الصحن، هاي المصفايه اللي انتم شايفينها احط القهوه هي، شايفين حتى مسوينا على شكل سطل ما احلاه. شوفين يا بنات، عادة احط للفنجان معلقتين ونص، بس يكون اكبر من هاي، يكون اكبر من هاي المعلقه يعني. فالحز راح احط معلقتين ونص صغار لانه الفنجان كبير. ايوه ان شاء الله ما اكون راح اجيب العيد بعد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، نسكرها. طبعا كاسة تقدرون تحطونها على الحنفيتين يعني، تصير مو شرط نحط الكاستين يعني ونسوي على هاي المعلقة. هاي المعلقة نحط بيها القهوة. يلا معلش اول مرة على طول الواحد يخربط يعني ويضيع، سامحونا يعني. مرة على مرة تصيرين يعني محترفة بيها. بدي اشغل بس خايفة. طبعا هاي كبسة التشغيل. ايش صار؟ اشتغلت؟ والله سمعنا الصوت؟ راح استنى مثلي مثلكم. عجب، هي تفضل حالها ولا انا فضي زاد؟ هاي ما اعرفها. ها بلش ينزل يا جماعة، استنوا. ده تصفى القهوة تصفى، شيت انه ما ينزل شوائب من تبع القهوة كده. بالثانية هاي تنشف المي لانه هي تغليها المي تصير تنشف. خلاص خلصت هي لحد عتكون. بس ليش قهوتها شفافة؟ طيب نطفي ونشوف ايش صار. لا 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 انا حاسة انه صار شاي ما صار قهوة. عن جد صار شاي ما صار قهوة. شلون هيك؟ والله صار شاي، شكله شكل شاي. طيب نرجع نزيد مي. بسم الله. خوفتني والله. هذا تبع التسخين مو تشست عليه المي. بسم الله نرجع نشغل، لان انا حطيت فنجان ميه، شوفوا ما طلع نص فنجان. لحد الان اذا لسه ما ذقنا القهوه، اذا القهوه ميت اذا طيبه يعني هذا الحكي كله ما يهم. هي شكلها حلو وهيش ستايلش يعني. ها هاي ما عاد تشتغل، خلاص وقفت. تعرفين يا بنات هاي الآلة شتوية عن جد، بيها كمية دفى مو طبيعية. بشتة باكر باكر نصير ندفي عليها يدينا واحنا نسوي القهوة. بس يا الله القهوة ظلت مجمدة. استنوا شو راح اشوفه مال القهوة. بتحسون صبت مي حارة على القهوة، بس انه ما انطبخت القهوة زين وهيك وتعقدت مظبوطة. القهوة حسها ظلت هين، فنزلت قهوة شفافة خفيفة. الا اذا يستخدم لها حصرا القهوة سريعة الذوبان، هذيك تنزل قهوة صافية يعني.
فهي لانها خشنه ما نزلت من المصفايه على الاغلب. ها خفيفه فعلا تحسونها شاي. راح اذوق هي جوز طيبه. طبعا انا احبها وسط، لا حلوه ولا ساده. ساده احسها بالحيل مره. والله طعمة قهوة، طعمة قهوة بس قهوة خفيفة جدا بس طيبة، يعني ما انه طعمتها سيئة. لحد الان ما تشكي من شيء، طعمتها طيبة. وجوز لازم ازيد مي اكثر من هيك لحتى تنزل قهوة اكثر، فلما المي قليلة راح تنزل كمية قهوة قليلة. خلونا اغسل المصفاية. تمام، راح اغسل المصفاية وارجع اسوي مرة ثانية بالقهوة السريعة، سريعة الذوبان. الشيء الحلو بيها انه معاها فناجينة، هذا اكثر شيء حبيته، حتى لو ما كانت حلوة يعني ومي صافطة، المهم الفناجين. هاي القهوة سريعة الذوبان، راح احط معلقة. بس هاي القهوة ثقيلة جدا جدا ثقيلة، وراح احط معاها شوية سكر، ولو انه يمكن ما يصير نحط سكر معاها، بس هاي راح احط. يعني احنا خسران شي؟ تخرب عمر يجيب لنا غيرها. والله بس ينتج الفيديو لا يذبحني. بعد ما حطينا القهوة اتأكد انها طافية اول شي، راح اضيف مي لعند حق الكلمة هاي اللي قلت لكم عنها الاكس، لانه قبل ما حطيت هالكمية كلها. وهيج وصلت الكلمة. خلونا نحط فنجان قبل ما تكبي مي. يلا بسم الله بسم الله، يا رب لا تخجلني. واحد اثنين ثلاثة. ايه انا لازم احط شوكولاتة، راح احط زيت كم حبة شوكولاتة لاشوف زاد الذوب او لا. كم حبة يعني مو كثير، مع انه هاي الشوكولاتة قاسية ما تذوب بالهين، بس نحن خسرانين شي. ونشغل ونستنى. عن جد ولو انه ماني فهمانة بالموضوع هذا، بس تجربة حلوة انا بالنسبة لي، عن جد تجربة حلوة خصوصا بالقهوة، وطيبة طلعت. يا جماعة هالمرة القهوة ما نزلت نفس اللي قبل، هاي قهوة لازم نحط لها قهوة سريعة، سريعة الذوبان فتنزل كلها. يعني شايفين نزلت قهوة سميكة، بس طيب ما يحب القهوة سريعة الذوبان شو يسوي؟ القهوة اللي صارت من المرة الثانية. طيبة خالص، أنا ما أحب القهوة سريعة الذوبان، هاي تجي طعمتها مرة للغاية مرة. راح أجرب شي مرة أسوي بيها النسكافيه وأشوف شلون راح يطلع. صراحة يعني هي كويسة للي ما تحب تتعذب وتغلي وعلى طول يعني تنغلي القهوة معاها وتتكبى وشي، وما تحب تلوص، هاي حلوة ونظيفة ومرتبة. بس اللي تحب الكيف زيادة وتحب القهوة ما يكون إلا ليها وجه، هاي ما تسوي لها القهوة وجه أبدا. وأنا من النوع اللي يحس القهوة إذا ما عليها وجه الأفضل إني ما أشربها. الله يسعدكم يا رب حبايب قلبي، إن شاء الله تكون عجبتكم التجربة، وإن شاء الله يعني إذا عجبتكم اشتروها، ما عجبتكم اعتبروه فيديو هيش من ضمن التجارب اللي جربتها بحياتي يعني. ولا تنسونا اللايك والاشتراك، ولينا نقولكم باي، مع السلامة يا حمامة، أشوفكم فيديوهات جديدة. بتدخلي نايا تتعلم، بقولكم حطوا لايك قبل ما يكون عمرها السنة. نايا قولي حطوا لايك، حطوا لايك.